جلالة الملك أكد اليوم في الخطاب أن النموذج التنموي الذي يرتضيه للمغاربة هو نموذج تنموي مغربي ويستمد منهجية إعداده وتتبعه وتنفيذه من المقتضيات الدستورية ولا سيما الفصل الأول من الدستور الذي يعتبر أن الديمقراطية المواطنة التشاركية هي أحد الأعمدة الأساسية للحكم الدستوري أو للبناء الدستوري ببلادنا، كما تقتضي كذلك مجموعة من الفصول بالدستور فيما يتعلق ب يعني الإعداد برامج سواء في إطار إشراك المواطنين أو المجتمع المدني أو كذلك الفاعلين الاجتماعيين. اليوم كذلك أحد يعني الإرهاصات المهمة هو إعادة تأكيد جلالة الملك على أهمية إدماج المقاربة الترابية وخصوصا الاهتمام بالعالم القروي والعمل على مواصلة الجهود المبذولة من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية التي ما زال العالم القروي إنه تحت عيدها. يخلد الشعب المغربي الذكرى 66 لثورة الملك والشعب المجيدة، فهذه الملحمة التي اندلعت شرارتها الأولى يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الأثيمة إلى أب الأمة وبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليه لنفيه هو وأسرته الملكية الشريفة. فبهذه الذكرى قامت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بيوغرا بإلقاء نص كلمة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكذلك تم إلقاء برقية ولاء وإخلاص للسدات العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتم الإنصات إلى الخطاب الملكي السامي.